السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، تقبل الله عنا وأعمالكم جميعا. لا إشكال أن كل مؤمن من أتباع أهل البيت عليهم السلام يطمح ويأمل أن يكون مجسدا لما يريده أهل البيت عليهم السلام من مواصفات وأوصاف وأفعال وأعمال يقوم بها شيعته، من أجل أن نتعرف ماذا يريد منا أهل البيت عليهم السلام، فلا بد أن نستمع إلى توصيف الشيعة من لسان الأئمة سلام الله عليهم، ماذا يقول أهل البيت عن شيعتهم وما هي أوصافهم. سأنقل لكم فقط رواية سريعة رواها أبو بصير، وهو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. قد سمع الإمام الصادق وهو يصف الشيعة، قال الإمام الصادق عليه السلام: شيعتنا أهل الورع والاجتهاد. الشيعة يتسفون بالورع عن محارم الله وتجنب الشبهات، سواء الشبهات المالية، الشبهات الفعلية، القولية، والاجتهاد دائما يبذل الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وأعمال الخير والصلاح. قال: وأهل الوفاء والأمانة من جهة تعاملاتهم مع الناس، هذا من جهة ارتباطهم مع الله سبحانه وتعالى، من جهة تعاملهم مع الناس تجدهم أوفياء بالعقود بالوعود، لا ينقضون، دائما يفون بما يتفقون عليه. وأيضا أداء الأمان، إذا أحد استأمنهم على شيء يؤدون الأمانة. ثم قال، وهو يصف حالهم في الدنيا: وأهل الزهد والعبادة. الدنيا مو دنيا غاية عندهم، وإنما هي طريق ووسيلة إلى الآخرة، ولهذا يعيشون حالة الزهد. والزهد مو معنى عدم الاستمتاع بمطايب الدنيا وأطياب الدنيا، لا، وأن لا تلبس وأن لا تأكل وأن لا تسكن وأن لا تركب سيارة، لا، مو معنى هذا الزهد. كما قال أمير المسلمين: ليس الزهد أن لا تملك شيء، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء فقط. املك ما تريد، لكن لما يتعارض ما تملكه مع طاعة الله شو تقدم؟ هذا هو فقط. والعبادة دائما تجدهم يحرصون على التعبد والتهجد. ثم قال عليه السلام: وأصحاب 51 ركعة في اليوم والليلة. وتدرون أن الصلوات منها واجبة ومنها مندوبة. الواجبة وهي الفرائض الخمس في الحضر، كم؟ 17 ركعة. والمندوبة هي النوافل المرتبة اليومية، هي 34 ركعة موزعة بين اليوم والليلة، ركعتان قبل الفجر وثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر وأربع بعد المغرب وركعتان عن ركعة واحدة بعد العشاء، وصلاة الليل 11، هذه 34 و17 فالمؤمن دائما الشيعي يهتم يحرص أن يؤدي هالصلوات بقدر ما يمكن، وهذا الحمد لله رب العالمين ما نجده من المؤمنين وفقهم الله تعالى. القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، خصوصا أيام الصوم، إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصيام شهر العبادة رجب وشعبان إن شاء الله. زين، يزكون أموالهم، يخرجون الحقوق الشرعية، ويحجون البيت، ويجتنبون كل محرم. نسأل الله أن يجعلنا من شيعة آل محمد صلى الله عليه وسلم.